ونتابع هذه الشهادات لسكان الحي الذي تمت فيه عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينة طنجة هذا الصباح. نفقنا في الصباح وما عطليش شوية، سمعنا المخزن البوليس بأن الطوموبيلة كيغاوتو، طلعنا جبرنا الحومة عامرة عمرا قال اش كاين اش كاين، قال لك بان كاين الارهاب هنايا، بان الارهاب حنا باقي صنا غير الارهاب، حنا ولا كجبرنا بان نعاونوا ديك البوليس نعاونوهم باي حاجه باي شكل، ما نبغيوش الحومه تكون مسخه. بنت واحد السيد هايز شي حاجه خطيره في الدار ديالك وانت ساكن في نفس الدار، ما يمكنش تقبل، هذه حاجه معروفه، لان انت الا حسيتي بشي حاجه ضروري خصك تبلغ للامن باش تحمي الوليدات ديالك وتحمي الحي ديالك، ضروري طبعا. ولكن الحاجه الوحيده اللي كتبقى في الانسان هي واحد الخطوره معاك وانت ما كتعرفهاش، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتفاجئك، كتفاجئ شي حاجه ما عرفهاش وهي معاك في الدار.